مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، فيها تتابعون صحيفة عدن أو صحيفة في عدن تتحدث عن قيادي في الحراك الجنوبي يعيش مشردا في مصر. الناجون من محرقة صنعاء يعودون إلى بلادهم. المبعوث الجديد إلى اليمن يمتلك خبرة 15 عاماً في حل النزاعات. يحرم الحوثيون الغناء وقد بدأوا بملاحقة الفنانين وفي النقاط الأمنية يصادرون أدواتهم الموسيقية، لكن صانع الأعواد في صنعاء ما زال صامداً ويخشى أن تختفي هذه الآلات من اليمن. نطالع من موقع خيوط صانع أعواد الفنانين. في أحد المحال الصغيرة بصنعاء يعمل عبد الله زيدان منذ 30 عاماً في صناعة آلات العود وكذلك ترميمها وإصلاحها. هذه المهنة التي قاده شغفه بالفن والغناء اليمني للعمل بها برغم الدخل القليل الذي يكسبه تراجع الغناء اليمني حالياً، ما زال عبد الله زيدان مستمراً بالعمل في مهنته التي أحبها والتي يعمل بها أشخاص معدودون. يقول لخيوط: كنت منذ طفولتي مفتوناً بآلة العود وأتساءل، كل هذا النغم الجميل يصدر من هذه الآلة الخشبية؟ وحينما وصلت مرحلة الشباب أغرمت بالفن اليمني، بدأ الشغف يكبر ولم أستطع مقاومته، فبدأت بتعلم العزف حينما كنت في 14 من العمر في مدينة تعز. لكن الأمر كان أكبر من تعلم العزف، بل يتعدى ذلك إلى صناعة هذه الآلة. هنا بدأ مشواره مع هذه المهنة التي وجد فيها ذاته وأصابته بالإرهاق. لا يشعر عبد الله بالندم على سنوات عمره في مهنته التي أحبها، فهو عاشق للأوتار، لا يشغله إلا صناعة عود جديد وتدريب طلاب جدد. وكان المغني يغني ويستجيبون: لماذا تغني؟ يرد عليهم: لأني أغني. إلى قوله: وقد فتشوا صوته فلم يجدوا غير حزنه، وقد فتشوا حزنه فلم يجدوا غير سجنه. هل كان لدى شاعرنا العربي الكبير محمود درويش إحساس بأن الأسئلة التي جمعها في إحدى قصائده سوف تتردد في أكثر من بلد عربي؟ هذه الأسئلة تجري اليوم في صنعاء، حيث يوقف الفنان في منافذ المدينة وتوضع عليه أسئلة درويش. اليوم تودع اليمن الغناء جهراً ليعود الفنان يغني وحيداً في داره. يا محمود، أسئلتك تجري اليوم على ألسنتنا. الفنان شرف القاعدي كتب عما يتعرض له كل فنان ولد في بلد كان يوماً حاضراً وله صوت، وقال القاعدي في مقال تنشر بلقيس جزءاً منه: في أول موقف تعرضت له في نقطة أمنية عام 2015 كنت وقتها في طريقي إلى محافظة حجة، وكان معي عود. تم منعي من المرور من النقطة كون العود معي لولا أحد المتفهمين، وبرر لي أن ذلك تصرف فردي. عديت الموضوع وقلت تصرف فردي. قبلها احتجاز الفنان نبيل العموش في عمران، قلنا تصرف فردي. والفنان عبد الله السعدي لأكثر من مرة في نقطة حبابة يتعرض للمنع من المرور والاحتجاز، فقلنا تصرف فردي. والفنان محمد النعامي تعرض في إحدى المديريات لنفس الموقف مع فارق أنه التزم لهم بعدم العودة إلى تلك المديرية، وبرروا تصرفهم بأن الفن والفنانين من يؤخرون النصر في الجبهات، فقلنا تصرف فردي. وقبل فترة في عمران عندما انتشر مقطع اقتحام قاعة أفراح في زفاف شقيق الفنان أيوب السودي، وتم اقتياد الفنانين الذين حضروا لمشاركة أيوب فرحة أخيه إلى الحجز مع العريس، فقلنا تصرف فردي. وفنانون ومنشدون وفرق فنية كثيرة، كلنا تعرضنا لمواقف أخرى متشابهة يتفاوت فيها الفعل بالمنع أو التوقيف في النقاط لساعات أو الاحتجاز، ونقول تصرف فردي. وما حصل للفنان القدير فؤاد الكبسي في مديرية القناوس، وما حصل له من مواقف مشابهة في مناطق كثيرة بمحافظات مختلفة في الفترات السابقة كان يعدها الأستاذ فؤاد، سواء في مناطق حكومة صنعاء أو حكومة عدن، كلها تصرفات فردية.
وأخيراً بالنسبة إلى نهاية 2017 عندما وجهت لنا دعوة حضور من إذاعة صوت الخليج لإضافة الأغنية اليمنية الصنعانية إلى مكتبة صوت الخليج، أنا والفنان الحبيب أحمد الحبيشي وبشير المعبري وبسام عنبة وبدر المليحي، وأثناء رجوعنا من عمان وفي طريق العودة إلى صنعاء وتحديداً في نقطة الفلج بمأرب، تم إيقافي لأني فنان هاشمي على حد تعبيرهم لنصف ساعة، وسمح لنا بالمرور بعد أن تواصلوا بعملية مأرب كوننا فنانين، فقلنا تصرف فردي وعدينا. كان عارف أبو عبد الرحمن أحد رموز الحراك الجنوبي الذي يتبنى رفع عدد من المطالب الحقوقية والسياسية، لكن هذا الأكاديمي اختفى منذ سنوات وحلت محله أسماء جديدة تحت لافتة المجلس الانتقالي. صحيفة عدن الغد في تنقيبها عن القيادات التي تم التخلص منها توصلت إلى مكان تواجده فأين عثرت عليه. تعنون الصحيفة مصير محزن لقيادي في الحراك الجنوبي بمصر. قالت عدن الغد: انتهى مصير قيادي في الحراك الجنوبي إلى وضع صعب في جمهورية مصر العربية التي وصلها قبل سنوات. برز عبد الرحمن باعتباره أكاديمياً عدنياً كقيادي في الحراك الجنوبي الذي نادى بانفصال جنوب اليمن عن شماله، ومع تدهور الأوضاع في عدن غادر عدن على أمل اللجوء إلى أوروبا قبل أن ينقطع به الحال شديداً في جمهورية مصر العربية. عانى عبد الرحمن أمراضاً عدة في مصر لينتهي به الأمر لاجئاً إلى الشارع وحيداً عقب تخلي الجميع عنه. يعيش الآن وحيداً أسفل عدد من الكباري في انتظار ما تجود به أيدي الخيرين من المارة. ومثل هذا المصير المفزع حالة مأساوية مثل هذا المصير حالة مأساوية عن القيادات التي تقدمت صفوف الحراك الجنوبي قبل أن تتسلق قيادات أخرى وتتصدر المشهد. بعد أن رأوا أصدقائهم يحترقون أمام أعينهم وتطلق ميليشيا الحوثي الرصاص على من يحاول الفرار من النار، قرر الإثيوبيون العودة إلى بلادهم، وعنون المصدر أونلاين: جميعهم ناجون من محرقة المهاجرين. عشرات الإثيوبيين يعودون طواعية من صنعاء إلى أديس أبابا. وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عودة العشرات من اللاجئين الإثيوبيين إلى اليمن إلى بلادهم في أول رحلة طوعية من صنعاء منذ 2019. قالت المنظمة في بيان إنها نجحت بالتعاون مع حكومة إثيوبيا في نقل 79 مهاجرا إثيوبيا بينهم 19 امرأة و14 طفلا من صنعاء إلى أديس أبابا. وصف الموقع العودة بأنها أول رحلة ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية من صنعاء منذ 2019. قال منسق برنامج إدارة الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة إن العائدين كانوا جميعا ناجين من حريق في مركز احتجاز بصنعاء في مارس أدى إلى مقتل وإصابة مئات المهاجرين الآخرين. يجب التفكير ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة سياسية من شأنها التأثير على الشرعية. لا ينبغي لنا القيام بما لم تستطع القيام به الانقلابات العسكرية. هكذا افتتح رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر مقاله الذي نشر في الموقع بوست. ليست الشرعية هي العقبة في تحقيق السلام. الأعمال العدوانية العسكرية الإرهابية الحوثيين المدعومة من حليف يتطلع لفرض الهيمنة على المنطقة كلها هي من تتحمل المسؤولية إزاء الوضع المتفاقم إنسانيا في بلادنا، وهي السبب في إطالة أمد الحرب. وهذه الدماء التي تنزف بغزارة الأفكار التي ترمى هنا وهناك ليست جديدة، كانت تلك في الأساس أطروحات الحوثيين وشرطهم الذي يتكرر كلما تعزز وضعهم عسكريا، كلما سمح لهم بامتلاك المزيد من أسباب القوة. المساس بالشرعية أو الإطاحة بها قبل الوصول إلى توافقات وطنية تحترم مرجعيات الحل السياسي الثلاث هي ببساطة دعوة للذهاب باليمن المجهول. ستوضع مصالح شعبنا العليا كلها في مهب الريح، وستنتهي باليمن إلى دولتين أو أكثر. أبواب السلام لا زالت مفتوحة ولم تغلق، وينبغي أن تبقى كذلك. وطريقنا للسلام هو الحوار، وبالتأكيد فإن الشرعية هي أول المرحبين بالسلام العادل والشامل واستحقاقاته، وهي تدرك ذلك جيدا. أما حلول الأمر الواقع المقترحة بديلا عن مخرجات الحوار الوطني فهي لغة وأفكار وبكل بساطة دعوة للقبول بسقوط الجمهورية في صنعاء والمغامرة بالوحدة فيما تبقى من اليمن، فوق أنها حلول تفتقد للعدالة والشرعية والاستدامة. لقد رحبت الشرعية بالمبعوث الأممي الجديد
وقبل ذلك رحبت بكل المبعوثين الأمميين السابقين وتعاونت معهم. المسألة هنا لا تتعلق بحكمة الأشخاص أو بقدرتهم وخبراتهم، قد كانوا جميعهم خبراء في مجالهم. الأمر هنا يتطلب البحث في القواعد والمفاهيم التي يجري بها الحديث مع الحوثيين ومع طهران التي تهيمن على قرارهم. هنا مربط الفرس، اليمن أزمة وحرب ومأساة ستظل تلاحق الضمير الإنساني لغياب الصدق في التعاطي مع أسبابها. أصبح الدبلوماسي السويدي هانس غرونبرغ رابع مبعوث للأمم المتحدة يرث الأزمة اليمنية المعقدة بعد تعيينه رسميا خلفا للبريطاني مارتن غريفيث الذي انتهت ولايته أواخر الشهر الماضي عقب 3 سنوات من جهود وساطة عقيمة لم يكتب لها النجاح. تعنون العربي الجديد: هانس غرونبرغ رابع مبعوث أممي إلى اليمن يرث أزمة معقدة. وصف بيان أممي المبعوث الجديد إلى اليمن بأنه دبلوماسي محترف حيث عمل في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، كما شغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل، وترأس مجموعة العمل لشؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي أثناء رئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عام 2009. قال البيان إن غرونبرغ الحاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد يمتلك خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، بما فيها أكثر من 15 عاماً من العمل في مجال حل النزاعات والتفاوض والوساطة مع تركيز خاص على الشرق الأوسط. بحسب مصدر أممي تحدث للعربي الجديد، فمن المقرر أن يبدأ الدبلوماسي السويدي مهامه عقب جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي منتصف أغسطس الجاري، والتي سينال فيها ثقة الدول الخمس الكبرى كمبعوث الرابع في الملف اليمني الذي سبقه إليه المغربي جمال بن عمر والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد والبريطاني مارتن غريفيث. لا يبدو أن نوراً يسطع في آخر النفق حين يتعلق الأمر بالعربدة الإيرانية، ومعه لا يبدو أن هناك استقراراً لمنطقة الشرق الأوسط ما دامت أوروبا والولايات المتحدة لم تحسما أمرهما بالنسبة لإيران، والأخيرة تضغط باتجاه وضع الاثنتين أوروبا وأمريكا في مواقف محرجة وتناقضات وازدواجية معايير تجاه ما تفعله إيران. هذا مقتطف من مقال كتبته سوسن الشاعر في الشرق الأوسط. تتحدى إيران أوروبا وأمريكا في أكثر من ملف، أحدها ملف حقوق الإنسان، فتختطف وتعتقل مواطنين أوروبيين أو أمريكيين ثم تساوم عليهم. سلوك إرهابي لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، ويقابله خذلان وتراخ أوروبي أو أمريكي يسترعيان الانتباه. إن الحقوق الإنسانية يبدو أنها أصبحت خاضعة للمواقف السياسية بلا ثوابت للقيمة الإنسانية، وهي محاولة احتواء نظام إرهابي بمعنى الكلمة. والغريب أن سياسة الاحتواء تطبق فقط على إيران، أما على غيرها فهناك سياسة أخرى مغايرة. رغم أن إيران تمارس إرهابها علناً وأمام مسمع ومرأى المجتمع الدولي، فلم تنتهي بعد جرائم القتل الإيرانية لمواطنيها في الأحواز وجرائم الابتزاز والمساومة مع الغرب. وللتو نصبت إيران المسؤول عن مجزرة عام 1988 إبراهيم رئيسي رئيساً. كل ذلك يجري أمام أنظار اليسار الديمقراطي الذي يغض الطرف عنها، بل ويطالب بالإسراع بالعودة للاتفاق النووي معها، كما صرح المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية يوم الخميس الماضي. أما المضحك في الموضوع فهو أن المفاوضات مع إيران قد توقفت لأن الفريق الأمريكي وضع شرطاً بسيطاً جداً، ومع ذلك لم تقبل به إيران، فقد اشترط الفريق الأمريكي الحديث لاحقاً بعد الاتفاق عن النشاط الإيراني في المنطقة وصواريخها البالستية. فهل هناك تراخ أكثر من هذا تجاه العربدة الإيرانية؟ إيران تستغل الصراعات الدولية والتسابق على موقع النفوذ في الشرق الأوسط بين الغرب والشرق. هي تعرف دالتها بسبب موقعها، لذلك تتمادى وتنفذ أجندتها التوسعية، والأدهى أنها تساوم الطرفين روسيا والصين من جهة وأوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى. إلى صحيفة الأبزرفر، ونطالع فيها تحذيرا يطلقه رئيس مؤتمر غلاسكو لتغيير المناخي المزمع عقده في نوفمبر المقبل.
ويرى الوزير البريطاني ألوك شارما أن كارثة تحدق بالعالم في حال فشل المجتمعون في المؤتمر في اتخاذ إجراءات عاجلة. يقول شارما في أول حوار له منذ توليه رئاسة المؤتمر، يقول: لا أظن أن كلمة أخرى غير كلمة كارثة تصف الوضع الراهن. ها أنتم تشاهدون يوميا ماذا يحل بالعالم، كان العام الماضي الأشد حرارة على الإطلاق، وتنشر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرا شاملا يظهر مدى اقتراب البشرية من حافة كارثة لا رجوع منها جراء طقس شديد السوء. قال شارما إن هذا سيكون التحذير الأقوى على الإطلاق من أن السلوك البشري يسرع من وتيرة الاحتباس الحراري العالمي بشكل مخيف. ومن هنا تأتي أهمية مؤتمر غلاسكو للتغير المناخي لتقويم هذا السلوك الخاطئ. وفقا للتقرير الذي ترجم لصالح البي بي سي، كل ارتفاع تسجله درجات الحرارة يحدث تغييرا، ولهذا يجب أن تتحرك الدول الآن. في عام 2024 سيبدأ عصر جديد لاكتشاف الفضاء، عندما ترسل وكالة ناسا رواد الفضاء إلى القمر كجزء من مهمة أرتميس، وهي متابعة لمهمات أبولو في الستينيات والسبعينيات، والتي تتضمن بعض أكبر الألغاز التي يأمل العلماء استكشافها، منها تحديد الموارد الموجودة في تربة القمر وكيف يمكن استخدام هذه الموارد للحفاظ على الحياة. وفقا للآرتي، عينات القمر تحل لغز الدرع المغناطيسية المفترضة للقمر. وفي ورقة بحثية بشأن عامل رئيس يؤثر على أنواع الموارد التي يمكن العثور عليها على القمر، تم التوصل إلى أنه لم يكن للقمر درع مغناطيسية طويلة العمر في أي وقت من تاريخه البالغ 4.53 مليارات سنة، ووجود الدرع أو عدم وجودها مهم، لأن الدرع المغناطيسية تحمي الأجسام الفلكية من الإشعاع الشمسي الضار، وتتعارض نتائج الفريق مع بعض الافتراضات القديمة، وتنشأ الدرع المغناطيسية للأرض في عمق قلب الكوكب. هناك يولد الحديد السائل الدوامي تيارات كهربائية، ما يؤدي إلى ظاهرة تسمى الجيودينامو، والتي تنتج الدرع المغناطيسية غير المرئية. لكن الباحثين أدركوا منذ فترة طويلة أنها ضرورية للحياة على سطح الأرض، لأنها تحمي كوكبنا من الرياح الشمسية وتيارات الإشعاع الشمسية. إبراهيم جابر كتب مقالا في صحيفة الغد عن مستقبل لا يعترف بالمواهب، فالجميع أمام الشاشات سواء. العلاقة بين الناس تتقلص بشكل سريع ولافت، فأنت لم تعد مضطراً للصحيفة الورقية، ويكفي أن تدخل موقعها الإلكتروني، ولم تعد مضطراً للوسيط العقاري، فمئات المواقع تقوم بالدور، ولم تعد حتى تحمل تذكرة السفر بيدك، بل تحفظ رقمها أو صورتها على هاتفك. حتى مدن الملاهي ستضطر آجلاً لإغلاق أبوابها، ما دام كل طفل يحمل جهازاً إلكترونياً عليه أكثر من 100 لعبة لا ينافسه عليها أحد. العالم إذن لا يرحب الآن بالمتذاكين الذين يعملون في مهن طريفة، بحيث يفكرون نيابة عنك ويقررون لك النتائج التي يجب أن تتوصل إليها. فهذا لم يعد مقبولاً في عصر العلم والتكنولوجيا، حيث على كل شخص أن يفكر وحده، ما دام يستطيع الآن أن يكتب رأيه أيضاً في مئات المواقع الجاهزة. لم تعد نظرية الوصاية لائقة بالزمان الجديد، حيث الآن لا وجود للمتلقي، الإنسان منتج فقط. العصر المقبل سيقضي على كل المهن التي تقوم على التذاكي وعلى استغلال الموهبة، وسيصير الناس سواسية أمام شاشة الكمبيوتر، حيث لم تعد التقنية وسيلة فقط، يتحدد حجم إنتاجها بحجم موهبة من يتعامل معها، وصارت التقنية منتجة غزيرة البضائع وغزيرة المبيعات، وبالتوازي مع الفورة التكنولوجية الهائلة يكتشف الإنسان نفسه، حيث أتاحت له الأدوات الحديثة أن يتعرف على مواهبه أو أنها أوقظت قدراته النائمة، حيث صار على سبيل المثال قادراً على التحليل والإبداع، لأن ثمة مواقع كثيرة متاحة لتلقي إبداعه أو رأيه، وصار بإمكانه أن يتعلم الرسم لأن الكمبيوترات الحديثة تساعده على ذلك، وصار في كل بيت مجموعة من الحافظات الإلكترونية بديلاً عن ألبوم الصور وعن علبة الشوكولاتة المعدنية التي كانت تحوي الوثائق وشهادات الميلاد.
هناك لحظات يصعب محوها من الذاكرة، وما يجري الآن من مشاهد لهروب البشر من حرائق الغابات لابد أن تدون وتظل محفوظة في ذاكرة الشعوب. في اليونان أجلت سفينة سكان بلدة ليمي في مشهد يذكر بلحظات إجلاء المدنيين من أراضي المعارك. نتابع هذا المقطع الذي بثته وكالة روبيتلي. Πήγαμε για ροφιές. Θα κάνεις τάση κι άλλο πλοίο εκεί. Φίλε, δεν ξέρω, δεν θα κάνω. Έρχονται εκείνοι. الهروب من الموت إلى الموت. موقع استنين كونتاست المتخصص بعمل مسابقات عبر الإنترنت لاختيار أفضل الصور التي التقطها هواة وصحفيون، نشر مجموعة من الصور المميزة ضمن مسابقة أندري ستانين لهذا العام، وقد بدأها بصورة المزارع المبتسم من بنغلاديش. نتابع أفضل الصور حسب تصويت متصفحي الإنترنت. صور زاخرة بالحياة، العديد من رسومات الكاريكاتير نشرتها صحف ومواقع اليوم. We'll be right back.
بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.